مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل في الفقرة التانية اللي هتبقى خفيفة علينا كلنا إن شاء الله. هنسمع فيها طرب بجد وأصوات حلوة جدا. احنا مش هنقول مواهب لأن هم مش لسه مواهب، هم نجوم ونجوم حلوين جدا كمان. النهاردة منورني المطرب الجميل محمد عز. ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا، ازيك يا هند؟ منورني. ده نورك، تسلمي لي. وعازف الجيتار الجميل جدا برضو عمرو هشام. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا هند؟ ايه الحمد لله الأخبار؟ الحمد لله. انتوا بصوا، يعني انا مش هسأل اي حاجة في البداية، انا عايزاكم تسمعوني على طول. تمام. طب يلا هتسمعونا نعمل ايه؟ حاجة كده، يعني كوكتيل كده. خلاص تمام، يلا يلا بينا بينا. يلا بينا. بس تعجبنا. لا اكيد هتعجبنا. أشكي لمين وأحكي لمين علي جرالي علي جرالي في الهوى، ضيعت ليه حلم السنين، ضيعت ليه أحلامنا سوا. أشكي لمين وأحكي لمين علي جرالي علي جرالي في الهوى، ضيعت ليه حلم السنين، ضيعت ليه أحلامنا سوا. بعت الغرام بعت أوان، وأنا اللي فاكرة ليا دوا. بعت الغرام بعت أوان، وأنا اللي فاكرك ليا دوا. وأنا اللي فاكرك ليا دوا. لو عشقاني كلام تاني كلام مقدرش يا قلبي عليه، لو عشقاني كلام تاني كلام مقدرش يا قلبي عليه. لو عشقاني كلام تاني كلام مقدرش يا قلبي عليه. حلم يا قلبي وعشناه، لو حتى قالت لك دايبه في حب وعشقاه، اسأل تاني. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي 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 يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي. حلو جدا. حلو جدا، والاغاني كمان انا بحبها واكيد عجبت المشاهدين. يا رب. محمد، عايزه في البدايه اعرف دراستك، او انت خدت يعني دراستك اول حاجه كانت بعيده طبعا عن الطرب والغنى، صح؟ انا خريج كليه حقوق جامعه القاهره، متخرج من حوالي 10 سنين. بدات المزيكا من وانا عندي حوالي 8 سنين. طبعا كانت البدايه مع اختي الكبيره، لان اختي الكبيره مدرسه موسيقى، فهي اللي كانت متوليان يعني من وانا صغير، يعني حاجات بسيطه كده، سولفيج، مقامات كده على قد حاجات اللي هي الاساسيات يعني.
بعد كده انا ابتديت لان انا بحب اصلا الموضوع، حتى لما انا اشتغلت في المحاماه لما اتخرجت محامي. لما اشتغلت في المحاماه رحت للمزيكا اكتر، حسيت ان انا مشدود للمزيكا اكتر، هي اللي يعني مستحوذه على اهتمامي ومستحوذه على كياني كله. فده اللي خلاني ان انا عايز اتعلم، انا محدش علمني يعني المقامات، الـ الارتام، طريقه الغنى، مخارج الالفاظ، الحاجات دي كلها انا اتعلمها من نفسي، خبرتي انا الشخصيه. يعني ما خدتش كورسات او ما خدتش اي اي حاجه؟ كورسات خالص، لا ما لا شاء لا، الله كله عليك. تعليم من على الانترنت يعني. انا اتعلمت من على الانترنت، كنت بنزل كورسات وكده سولفيج، وكنت بنزل كورسات في تعليم المقامات الشرقيه، كل ده من على الانترنت يعني، انا علمت نفسي بنفسي. دي حاجة كويسة فما جدا. حدش علمني يعني. بس انا كان نفسي ان انا بصراحه ادرس، لان الدراسه اكيد كانت هتفرق معايا كتير يعني. ده مش معناه ان انا بقلل من شان يعني الناس الدارسين، بالعكس، ده انا كنت درست كانت الدراسه هتثقل الموهبه بتاعتي. بس انا بقول الحمد لله يعني، في كمستوايا لا انت مستواك حلو الحمد لله، جدا، انا بحاول ان انا اطور من نفسي يعني. انت صوتك تحفة ربنا يخليك وطريقة يعني، الغنى بتاعتك يعني ليك احساس كمان. الحمد لله، دي هبة من عند ربنا الحمد لله. عمرو، ايوه. وانت بقى قول لي دراستك كانت ايه؟ ما هي دي المفاجأة، انا ايه؟ برضو بدرس حقوق برضو. زميل. وانا خريج 2016 يعني لسه جديد في الموضوع، بس ما اتجهتش للشغل المحاماة اكتر من المزيكا. انا عايزه اقول لكم ان المحاميين على وضعهم. بس فبرضو يعني يعتبر برضو نفس الكلام اللي مر بيه عزيز، انا مريت بيه برضو. فما يعني ما فيش جديد، بس الحمد لله يعني الفتره الاخرانيه يعني قدرت ان انا اوصل ان انا العب مع مطربين كبار. كان في حفلات الرئاسه كنت اشتركت في المزيكا وفي الغنى، مع كنت لعبت مع حسين الجسمي، مع صابر الرباعي، مع منى فاروق. فالحمد لله يعني دي ده ناس اخر كبيرة جدا. طبعا انا ما كنتش مصدق طبعا لما جيت لعبت معاهم، لان هم كيان كبير جدا. فدي كانت خطوه طبعا ودتني المكان انا ما كنتش بحلم بيه، الحمد لله يعني، وما زلت بسعى يعني. بس انت مش بتعزف بس، انا انت بعزف كمان وبغني. بتغني. بس طيب طبعا اغني ازاي وعايز موجود؟ لا طبعا. لا بس عايزين نسمع منك حاجه. طيب طبعا ماشي. على فكره صوته حلو، صوته جميل، صوته حلو جدا. صوته جميل. وانا ما اقدرش ابعد ثانية، انا بعدك ماليش في الدنيا، يا اول حب عايش قلبي معاك، والايام بقت مش هي، ريت ترجع وحشت عناي، حياتي ببعدك انت مش حياة، ناسيني ليه بتتعب قلبي وياك، ده ما يهونش ابدا عليا انساك، تعالى لومني ريح قلبي وارتاح، تعالى يلي نفسي بحضنك ارتاح، انا ما اقدرش اعيش مستني، ده مش بايدي غصب عني، وحشني حبيبي قول انا اعمل ايه، ما شفتش حاجه من اللي حصلني، وبسمع ناس كتير بتقولني زمان انسيك وعاش تفتكروا ليه، ناسيني ليه بتتعب قلبي وياه، ما يهونش ابدا عليا انساك، تعالى لومني ريح قلبي وارتاح، تعالى يلي نفسي بحضنك ارتاح. حلو جدا. محمد، مين اكتر المطربين اللي انت بتحب تسمعهم؟ لا والله يعني كتير، انا بحب عمرو دياب، شيرين، حماقي، حسين الجسمي، محمد عبد الوهاب طبعا استاذنا الكبير يعني، ورده، نجاة،
كتير يعني جدا. في يعني في كتير في كتير. اها ف... طيب بس يعني ناوي تسمعنا ايه تاني؟ طب نقول ايه مثلا؟ كان في حاجه كده انا كنت بقولها، كنت بقول انا وعمر ممكن نقول حاجه لشيرين مثلا. تمام كده بندندنها انا وعمر بره. ماشي يلا بينا. كل ما انسالك كلامك ارجع افتكره في الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا، في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا. خلاص ما بقاش وجودك عندي له معنى، رد طيب فين وعودك من اللي ضيعنا؟ حبي لك كان حلم عمري واتقلب لعنة. كل ما انسالك كلامك ارجع افتكره في الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا، في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا. شوف حقيقتك عالطبيعة اعترف خليك شجاع، دي النهاية مش فظيعة لايقة جدا عالوداع. شوف حقيقتك عالطبيعة اعترف خليك شجاع، دي النهاية مش فظيعة، ألف شكر على اللي ضاع. كل ما انسالك كلامك ارجع افتكره في الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا، في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيفتكروا. لا الاغنيه كمان حلوه جدا. انا بحبها جدا. محمد انا عايز اعرف نفسك توصل لايه ان شاء الله؟ والله انا عندي رساله. انا طول عمري بسمع مزيكا، بسمع مزيكا غربي، بسمع مزيكا شرقي، بسمع ميتل، بسمع بوب، بسمع كونتري ميوزك، بسمع حاجات كتير جدا. انا الحمد لله بطبيعتي سميع. فانا رسالتي في اللي انا عايز اقدمها للفن ان انا نفسي، انا والله لسه حتى كنت بتكلم في الموضوع ده مع عمرو، قلت له انا نفسي اعمل طفره في المزيكا، نفسي بجد اعمل حاجه محدش عملها، نفسي ان انا اعمل طفره في المزيكا وفي الغنى، في طريقه الغنى، في طريقه المزيكا نفسها. هل هيبقى ليك لون معين ولا هتقدم أنا نفسي كل حاجه؟ انا نفسي ان انا اقدم يعني نوع من الفن، يعني امزج ما بين الفن الشرقي والفن الاسباني او اللاتين. انا نفسي اعمل الميكس ده. فالحقيقه الموضوع مش سهل، خصوصا ان الودن المصريه هنا متعوده على يعني الفن الشعبي، المقامات البياتي والرست والكرد، مش متعودين على المقامات الغربي والشغل الغربي. انت بقى حبيت ان انت تعمل إن حاجه اعمل الفكره دي. نفسي ان انا اعمل الفكره دي، وفي نفس الوقت نفسي ارتقي بالفن، لان انا الحقيقه الفن الفتره دي مش على المستوى، مش على قدر المستوى اللي يرضيني انا شخصيا كمحمد. يعني انا بسمع كتير، انا مش قادر اسمع الحاجات الجديده. معظم الحاجات الجديده كجوده مزيكا، كجوده غنى، مش زي زمان. مش هنتكلم عليها لان فعلا في حاجات كتير مش زي زمان. عمرو سريعا حلمك بقى توصل لايه قدام ان شاء الله؟ والله يعني نفسي يعني قبل المزيكا نفسي بس ان انا اكون طبعا ليا وظيفه طبعا كبيره اقدر ان انا يعني تبقى انا ابقى فيها، غير بقى ان المزيكا طبعا وكيل نيابه ان شاء الله. طب يا شباب عايزين نختم باغنيه كده. حلوه. نختم باغنيه حلوه. طيب ايه؟ طب احنا كنا بنقول حاجه برضو. يعني احنا ايه بنظبط كده مع بعض. طب نقول ثواني هختم مع المشاهدين وبعدين ارجع لهم تاني عشان انا نسيت. مشاهدينا وبكده تكون حلقتنا خلصت.
ما بص من حلاوه صوتهم وان انا خلاص اتخذت معاهم في الجو ونسيت اختم معاكم. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه واسيبكم مع اغنيه الختام مع عمرو ومع محمد. ان شاء الله ان شاء الله يعني ما تبقاش اخر لقاء. هو ان شاء الله ده تاني لقاء وان شاء الله يبقى فيه لقاءات تانيه كتير ان شاء الله. طب يلا. يا مسافر وحدا يا مسافر وحدا وفاتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم ودعني.